واحد طبع على الإمام الصادق سلام الله عليه أبو شاكر الديصاني، قال له: ألك رب؟ قال له: بلى. الله عز وجل رب السماوات والأرض. قال له: ربك قادر قاهر؟ قال له: إيه قادر قاهر. قال له: يقدر ربك يدخل هالعالم هاي هالدنيا هالكون كله يحطه ببيضة بحيث البيضة ما راح تكبر والعالم ما يصغر؟ قال الإمام: استريح اقعد. قال له: نعم. قال له: تقدر تصعد للسطح؟ قال له: قال له: اصعد للسطح عاين، شوف انظر انظر طويلا والأشياء اللي تشوفها تعال اخبرني بيها. صح. إلى الساطح نظر ورجع، قال له: ها رأيت؟ قال له: ماذا رأيت؟ قال له: شفت مزارع وحيوانات وأراضي وجبال. قال له: طيب هاي اللي شفتها بيش شفتها أنت؟ قال له: بالعين. قال له: بكل عينك؟ قال له: لا، بجزء منها بالبؤبؤ. هذا الإنسان، هذا البؤبؤ، هاي العدسة، هاي اللي شفت بيه. قال له: إيه. قال له: زين هاي اللي شفتها ايش كثر مسيرة؟ قال له: مسيرة شهر. قال له: هذا اللي هاي المسيرة شهر كلها شطببها بعدها شهر كبرها بقد حبة الماش، شلون دخلت هاي؟ اللي قدر يدخل هالعالم كله بعدسة صغيرة يقدر يدخل الدنيا في بيضة. هو اقتنع وارتاح بالجواب وطلع، لأن هذا عقليته ما تتحمل جواب أكثر من هذا، لأن الجواب العلمي لا، أن الممتنع لذاته ما يعتبر شيء، هذا مو شيء حتى الله عليه قدير، هذا امتناع، هذا نقص مو بالقدرة، نقص بالمقدور، المقدور ما إلى قابلية. نبالي شوية زين، شرد أنا من هذا الحدث، شرد من عدها، أريد من عدها أنه أكو أشياء ما يمكن نطيها إلى العقليات العامة. يعني أنا أفرض لما عندي شلمتين مواجهة شلمتين مثلا أجيبها من باب التعجيز، أريد أدخلها براش هذا العامل اللي مسكين اللي ما مو شغلته، هذا راه جاي يريد يتعلم على الحكم الشرعي، على المسألة الأخلاقية، على المسألة الأدبية، على الطرفة التاريخية، الآداب العامة، وأجي لي أدخل قضايا ما إلى علاقة بها، لا من قريب ولا من بعيد، لا، رفقا ببناء، لأنه كل مجتمع إلى بناء. أنا ما جاي أدرس صف على مستوى معين أطي معلومات تتناسب ويا مداركه، جاي أدرس شرائح تبتدئ من الصفر إلى الدرجات العليا، فكون أخذ بعين الاعتبار أنه ليكون أعرض إلى مسألة ما تتناسب ويا عقليته. أنت شايف الإمام شلون سلك ويا هذا؟ سلك ويا بمسألة إقناعية، وإلا مو هذا مو الجواب العلمي، جواب علمي غير هذا. ليش؟ لأن الله عز وجل بعث الأنبياء حتى يأخذوا مستوى عقول الناس في الكلام معهم، كذلك الأئمة المصلحين، فالله لما يقول على كل شيء قدير يعني إلا الأشياء اللي هي ممتنعة لذاتها، اللي ممتنعة لذاتها ليست شيء، يعني ما احنا نسميها أشياء من باب التقريب، وإلا هي ليست شيء الممتنع، بس الله عز وجل يقولهم راح يهيئ لهذا الدين من ينصره.